اوكي، منو دائما يهدد نيريمان بالصور القديمه؟ تعرفين احنا كل اهلنا وقاربنا اختي تكون اكو صور قديمه، هاي الصور اذا نزلت مواقع التواصل الاجتماعي تصير مصيبه. حين اختي فايت تهددني يعني اي بهذا الشيء، وايضا همين صديقاتي يعني احيانا لحدث عندي تواصل، كنت عايشه بسوريا سابقا فعندي أوكي. تواصل ياهم يقولوا لي ندز لي اشترى الصور ننشرها، وين كنتي وين صرتي؟ فيعني لانه هو شوف كل فتره لها شيها خاص، اللبس الخاص، الجسم الخاص، الشكل الخاص. اوكي الله يستر. ازعجك هذا الموضوع؟ ابدا وانزل يعني اللي يسوي لها بيها تاج مهما كان الشكل والكاركتر، لا انزل انا اتنمر على روحي.